من قاعدة علماء البلاد أن يمتحنوا المعمم الجديد حتى يعرفوا كيف وزنه. قال أنا علمي معه، اسأله. سأله عن مسألة صرفية، تبين يعرف. مسألة نحوية، امتحنه، تبين يعرف. مسألة منطقية، يعرف. مسألة بلاغية، يعرف. مسألة فقهية، يعرف. مسألة أصولية، يعرف. مسألة كلامية، يعرف. علم جماعة كانوا قاعدين عنده، لما أجابه وأجابه وأجابه، العالم الشايب قام من مكانه وأجلس هذا العالم الضيف الشباب في مكانه وقال: ما دام هذا في بلدنا فهو المرجع. وجلس في مكان آخر هو العالم. ثم لما صار الظهر راحوا للصلاة، قدمه للصلاة، قال: أنت صلي ما دمت أنت هنا، أنت المصلي وأنا أقتديك. العالم يجب أن يكون هذا، العالم يجب أن يكون صاحب فضيلة، وعلمه معه وأخلاقه معه وتقواه معه، مو بالشهرة، رب مشهور لا أصل له. يجب أن يكون واقعيا، إنسانا محبا للإنسان، محبا للخير، عاملا بالخير حتى يتمكن من التقدم عند الله وعند الناس. وأهم شيء أن يكون الإنسان متقدما عند الله سبحانه وتعالى، لأن رضا الناس وغضب الناس مربوط برضا الله سبحانه وتعالى. الله في القرآن الحكيم يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الإخوة الذين تعمموا والذين لم يتعمموا ويتعممون في المستقبل، عليهم أولا بالعلم الكثير إلى الموت. العلم من المهدي إلى اللحد. ثانيا التقوى من الله ليل نهار سر جهار، يخافون الله سبحانه وتعالى. ثالثا حسن الخلق على طول الخط مع الغريب والقريب والعدو والصديق. الإمام أمير المؤمنين ضربه ابن ملجم وقتل الإمام بسبب ضربته، مع ذلك لما كانوا يأتون إليه باللبن يقول: أعطوا البقية لأسيركم. لاحظوا حسن الخلق، لاحظوا الواقعية، لاحظوا ماذا أبقى الإمام. الإمام اشترك في قتله متآمرين خمسة، لكن في نهج البلاغة هذا الشيء موجود. الإمام قال لهم، قال: لا ألفينكم يا بني عبد المطلب تخوضون دماء المسلمين تقولون قتل أمير المؤمنين، إذا أنا مت لا يقتلن بي إلا قاتلي. يعني حتى المتآمرين لتقتلوهم. وحتى أحدهم، أحد المتآمرين، رفع السيف حتى يضرب رأس الإمام، لكن السيف علق بسقف المسجد فلم يأتي إلى رأس الإمام. يعني إلى هالحد أراد قتل الإمام. وقطام كذلك وكذا كذلك، خمسة ستة كانوا متآمرين. الإمام قال: كلهم عفوا عنه، بس فقط إذا أردتم القتل فاقتلوا قاتل، ولا يمثل بالرجل، وإنما ضربة بضربة، لأنه ضربني ضربة اضربوا ضربة. ثم قال الحسن، وهذا في نهج البلاغة موجود، قال الحسن: تعفو عنه أحب إلي، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لاحظوا هذا معنى حسن الخلق. والذي بعد 14 قرن في العالم يدور معنى حسن الخلق، أن الإنسان سلامه، صباحه، رواحه، مجيئه، أقرباؤه، أرحامه، صداقاته، أعداؤه، كلهم يرون منه حسن الخلق. كالمطر إذا نزل لا يهم المطر أن ينزل على الحديقة أو على المزبل، كالعطر لا يهم العطر أن يكون الذي يستشمه إنسانا مجرما أو إنسانا خيرا طيبا.
وهكذا الله سبحانه وتعالى. الله في القرآن الحكيم يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. لأن أنا مائدتي للكل، الآن للكل نرى أن أعداء الله يتمتعون بمائدة الله وأصدقاء الله يتمتعون بمائدة الله سبحانه وتعالى. ولذا حديث أكو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تخلقوا بأخلاق الله. شوفوا أخلاق الله شنو، تخلقوا بأخلاق الله. يا من يعطي في دعاء رجب، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف. العلم، التقوى، الأخلاق، الإخوة بصفتهم طلب قلم يقوون قلمهم حتى يألفوا كتب في نفع الإسلام والمسلمين. الآن كان عندنا دكتور من سوريا يقول أن فلان كتاب كتبه فلان إنسان حول المسيح طبع منه 100 مليون نسخة، في 115 لغة. لاحظوا كيف يعملوا، قووا أقلامكم حتى تتمكنوا بأقلامكم أن تخدموا الإسلام والمسلمين. هذا الرابع. الخامس، قووا ألسنتكم حتى تكونوا خطباء بارعين ولا تجعلوا المنبر أداة للتهجم وللسباب ولتفرقة الكلمة، اجعلوا المنبر أداة لجمع الكلمة. دائما الطلبة يجب أن يكونوا جامع الكلمة، أما هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا يجب أن يكونوا مصلحين، لأن الطلبة حكمه الطبيب، طبيب الأبدان وطبيب الأديان وطبيب القلوب، الطلبة طبيب القلوب. وأخيرا نذكر قصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة جمع الكلمة وننهي الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ظهر في المدينة تعجب كل العالم، لأن الرسول أيضا مورد تعجب العالم. وإلى اليوم كيف تمكن إنسان وحيد فريد لا ناصر له لا مال له لا عشيرة يؤازره من التغلب على الفرس والروم في ذلك اليوم؟ والفرس والروم في ذلك اليوم أكبر من أمريكا وروسيا في هذا اليوم. الرسول تغلب عليه، تسعت رقعة الإسلام حتى الرسول تغلب على الفرس والروم، والآن هنا فارس الرسول تغلب عليه، وإذا ذهبتم إلى تركيا تركيا الروم الرسول تغلب عليه. تعجبوا، ملك الروم كان يستفسر أخبار الرسول. جاءه تاجر مسيحي من اليمن مارا بالمدينة وذاهبا إلى روم. الروم ملك الروم طلبه، قال هل رأيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا. سمعت حديثه؟ لا. كيف؟ قال لأني رجل تاجر مررت من اليمن إلى المدينة إلى الروم، ما عندي شغل بهالأشياء. قال سمعت عن معجزاته شيء؟ قال لا. قال ما سمعت منه أي شيء؟ قال سمعت منه شيئا واحدا فقط، وهو أنه في المدينة المنورة كان يسكن قبيلتان عربيتان أوس وخزرج، وهؤلاء بينهما حرب 100 سنة، 100 سنة يحارب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم أموال بعض ويهتك بعضهم أعراض بعض. لما جاء هذا الرجل إلى المدينة المنورة أصلح بينهما، بعد أحقاد 100 سنة أصلح بينهما وجعلهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة. شو واضح؟ ملك الروم قال هذا نبي، لأن من شأن الأنبياء جمع الكلمة ومن شأن الطغاة تفريق الكلمة. قال هذا النبي. لاحظوا هالقصة على صغرها، إذا كتبتها لعل القصة تستوعب سطرين، لكن شوف المحتوى الكبير. الآن في المسلمين هذه الروحية موجودة، وهذا عربي وهذا فارسي وهذا تركي وهذا أفغاني وهذا هندي وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا تاجر وهذا فقير وهذا كذا وهذا كذا وإلى آخره. الإنسان يجب عليه أن يتخلق بأخلاق الله وأخلاق رسله. العلم، التقوى، الأخلاق، القلم، البيان، البيان الجامع،
البيان المعطي للناس. والأمر السادس وهو أن تكون همتنا اتحاد بلاد الإسلام حتى هالحدود الجغرافية تسقط، الأخوة الإسلامية ترجع، الحريات الإسلامية تنزل، وتكون لنا حكومة 1500 مليون مسلم، كما أن للهند حكومة 900 مليون، للصين حكومة 1300 مليون، يكون للمسلمين حكومة 1500 مليون مسلم. وأنت تسافر من قم إلى مكة، إلى النجف، إلى القاهرة، إلى طرابلس، إلى جاكرتا، إلى داكار، إلى كابل، وإلى وإلى، وأنت في بلدك. نسأل الله أن يجعلنا جميعا كما يحب ويرضى.